مصر واحدة من أكبر بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا، وعلى مدار تاريخها الطويل الأيادي المصرية بانت أعظم الصروح وأضخمها وأرواحها هندسة وجمالا. وفي الوقت الحالي مصر بتنفذ أكبر عملية تشييد وتعمير في تاريخها الحديث لتحقيق رؤيتها 2030. معرض بيك فايف مصر 2023 بيقام للسنة الخامسة على التوالي في الفترة من 19 إلى 21 يونيو 2023 تحت رعاية معالي دولة رئيس الوزراء. يعتبر المعرض أهم تجمع لكل العاملين في مجال مواد البناء والتشييد، لأنه بيضم رواد الصناعة اللي بينفذوا رؤية مصر 2030. بيك فايف السنة دي هيجمع أكتر من 20,000 زائر و300 شركة رائدة، وده هيكون وسط مشاركة دولية كبيرة لأكتر من 21 دولة عارضة. ومن أهم اللي بيميز معرض بيك فايف إنه بيقدم مؤتمر القادة واللي بيضم أكتر من 200 شخصية قيادية بسوق مواد البناء والتشييد، وده غير أكتر من 20 محاضرة مجانية معتمدة من CPD واللي هيتم تقديمها عبر أكبر الخبراء في مصر والعالم. وكمان المعرض هيقدم 20 فئة مختلفة من الجوائز اللي هدفها الاحتفال بكل المتميزين في الصناعة. سجل دلوقتي مجانا لحضور معرض بيك فايف مصر.